صار الاحساس هذا المره ممكن يكون مختلف قدام الجماهير هذه، كيف احساسك اليوم؟ ما ادري بس مره فرحانه مره شكرا كل اللي موجودين، مره احبكم. انا احب السعوديه كل ابوها. عبد الله تقدر تضمن؟ عبد الله انت كنت دايم وابدا دايم مع هتان في الكورنر معاه، المره هذه كان مختلف معاك بحكم انك اصبحت شركاء حياه، كيف احساسك اليوم بعد انتصار هتان؟ طبعا الحمد لله، شكرا هتان على الفوز اللي اعطيتيني اياه، فرحتيني مره. طبعا كل هذا التعب وكل هذا الشغل من تحت يد كابتن فراس والتيم، تيم فايت كلوب وش كل الشباب. طبعا احنا نشتغل بروفيشنال هنا برا الكيج، في مشاعر جوا الكيج، احنا تيم واحد، لازم نفوز، جايين نحقق الاول، جايين ناخذ الحزام، يا الحزام في السعوديه بيكون، ليتس جو. بالتوفيق ان شاء الله. هتان كلمه اخيره لك. اوعدكم باذن واحد احد بمساعده الله، اولا بمساعده كابتني كابتن فراس، بمساعده فريقي، بمساعده عبد الله، ان افضل وافضل وافضل والمزيد 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 يا رب. شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله. هتان السيف.